بيبدأ الفيلم في مدينة أمريكية وبيكون معدل الجرائم والسرقة والاعتداء زاد فيها بشكل كبير. وفي يوم من الأيام بنشوف واحدة اسمها ريتشل وهي ماشية في الشارع بالليل، وفجأة بيظهر مجرم وبيفضل ماشي وراها لحد ما بيعتدي عليها وبيهددها وبياخد منها شنطتها وتليفونها. وبعد فترة بتقرر ريتشل إن هي تسافر وتروح تعيش في مدينة تانية هي وجوزها، وده لأن هي بقت حامل ولازم تحافظ على سلامة ابنها. وبنشوفها وهي بتفضي شنط السفر مع جوزها بيتر اللي بيكون قلقان عليها جدا وبيقولها ترتاح وهو هيفضي الشنط، لكنها ما بتحبش تحس إن هي عاجزة فبتفضل تساعده وهي بتقوله ان هي عايزة تساعده. ولما بيسألها جوزها عن الحي اللي ساكنين فيه جديد بتقوله ان هي حاسة بالملل وشايفة ان حياتها هتبقى صعبة هنا، وده لان هي سابت صحابها في المدينة اللي كانت عايشة فيها وحاليا ما تعرفش اي حد من الجيران. فبيتكلم بيتر معاها وبيعرفها ان كل حاجة هتبقى كويسة، وبيفضل يهون عليها على قد ما يقدر وبيحاول يراضيها باي طريقة. وبعد كده بيخرج بيتر عشان يروح شغله وبتوصله ريتشل، فبيودعها وبيقول لها تخلي بالها من نفسها. ولما بيمشي بيتر بتشوف ريتشل جارها جيري واللي بيكون معاه الكلب بتاعه وبتحاول تسلم عليه، لكن جيري بيتجاهلها وبيمشي. وبعد كده بتروح مطعم عشان تشتري شوية حاجات، وهناك بتقابل جارتها جريس اللي بتعرفها بنفسها وبتقول لها ان هي مرات جيري. وبتكون جريس شخص لطيف جدا وبتتعامل مع ريتشل باسلوب كويس جدا وبتحاول كمان تصاحبها، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض شوية. وبتقول لها جريس ان هي مبسوطة عشان هي بقت جارتهم في الحي، فبتشكرها ريتشل على كلامها ده وبعدها بتستأذن منها عشان تمشي. ولما بترجع ريتشل مرة تانية بتقابل جارتها ايفان واللي دايما بتجري عشان تحافظ على صحتها. ولما بتتعرف عليها ايفان بتحس ان في حاجة غلط وان كل الجيران فجأة بقوا حابين يتعرفوا عليها، وبتتوقع ان حماتها باتريك هي اللي كلمتهم عشان يقربوا منها، وفعلا توقعها ده بيكون صحيح. وبتقول لها ايفان ان هو ده اللي حصل، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض شوية عن الحي اللي هم عايشين فيه. وبتنصحها ايفان بان هي تبقى تجري معاها عشان صحتها، وبتقول لها ان هي لما تخلف لازم تحافظ على رياضة بشكل مستمر عشان تبقى نشيطة زيها. وبتستغرب ريتشل من ان هي خلفت قبل كده لان شكلها مش باين عليه خالص، فبتشاور لها ايفان على الخادمة اللي بتعتني بابنها وبتعرفها ان هي مش بتحب تعتني بالاطفال. وبعد كده بيخلصوا كلامهم مع بعض وبتسيبها ايفان عشان تروح تكمل جري. ولما بترجع ريتشل للبيت بتظهر قدامها ساندي وبتعرض عليها تساعدها في ان هي تدخلها الحاجات للبيت، فبتشكرها ريتشل جدا على ده. وبيدخلوا مع بعض وبيفضلوا يتكلموا سوا، وبتعرفها ساندي ان هي ساكنة في البيت اللي قدامها، وبتقول لها ان اي وقت تحتاجها فيه ما تترددش ان هي تروح لها. وبيكملوا كلامهم وبتسألها عن السبب اللي جت تسكن هنا عشانه، فبتحكي لها ريتشل عن الوضع اللي كان في المدينة بتاعتها وبتقول لها انهم كانوا لازم يسافروا في اسرع وقت. وبعدها بيروحوا مع بعض لغرفة الاطفال وبتوريها ريتشل الصناديق اللي فيها حاجة ابنها المستقبلي، فبتتأثر ساندي جدا وبتعرف ريتشل ان هي للأسف مش بتخلف، وبتقول لها كمان ان جوزها ما قدرش يستحملها للسبب ده وقرر يبعد عنها. فبتحاول ريتشل تواسيها، وبعد كده بتعرض عليها ساندي ان هي تساعدها ويفضوا الصناديق سوا، وبالفعل بيعملوا كده وبيرتبوا كل حاجة في مكانها. وبتكون ريتشل مبسوطة جدا عشان اخيرا لقيت صديقة ليها في الحي. وبعدها بيقعدوا يتكلموا شوية وبتقول لها ساندي ان اللوحة اللي معلقاها للطفل دي شكلها حلو جدا، وبتروح بعدها تلعب في جهاز الكاميرا الصغير ده. وبتفكرها ساندي ان هي دايما موجودة لو احتاجت اي حاجة وبعدها بتمشي. وبيجي الليل وبتكون في غرفتها مع بيتر، ولما بتبص من الشباك بتشوف جارتها ايفان وهي مع جوزها. وبعدها بتتكلم مع بيتر وبتقوله ان والدته حكت لكل الجيران عنها وخلتهم يجوا يتعرفوا عليها وان هي ما كانتش حابه كده. فبيقول لها بيتر ان والدته اتصرفت بالشكل ده عشان ما تخليهاش تحس بالملل مش اكتر. وبعد كده بتروح ريتشل عشان تدخل الحمام، ولما بتخرج بتسمع صوت حد تحت في البيت، فبتروح تشوف بيتر وبتلاقيه نايم، فبتقرر تنزل بنفسها عشان تشوف ايه مصدر الصوت ده. ولما بتنزل بتروح للمطبخ عشان تجيب سكينه تدافع بيها عن نفسها، لكنها بتلاقي الدرج فاضي، فبتمسك البطيخه اللي كانت شارياها وبتسمع صوت خطوات بتقرب منها فبتبدا تقلق. ولكن فجاه بتظهر حماتها باتريك، وبتكون ريتشل متضايقه جدا عشان دخلت من غير ما تخبط زي الحراميه. ولكن الموقف ده بيعدي، وتاني يوم بيقعدوا هما الثلاثه عشان يفطروا مع بعض، وبتتكلم باتريك مع ابنها وبتقوله ان ما ينفعش يسيب مراته لوحدها كتير، وبتعرفه ان هي جت تقضي معاهم فتره صغيره عشان تعتني بيها في الوقت اللي هيبقى فيه هو بره. ولكن ريتشل ما بتكونش حابه ان هي تفضل موجوده معاها، وبتفكرها بالموقف اللي حصل قبلها بيوم، وبتقول لها ان هي كانت المفروض تخبط قبل ما تدخل. ولما بتلاقي ان بيتر مش بيدافع عنها قدام والدته بتاخد بعضها وبتؤمن على الاكل، وبتدخل غرفتها وبتبص من الشباك وبتشوف ان جيرانها عايشين حياتهم بشكل تقليدي، وبيكون جيري مع الكلب بتاعه زي عادته، وايفان بتجري كعادتها والخادمه بتاعتها بتعتني بابنها.
وبالنسبة لساندي فبتسلم على جيرانها وبتكون راجعة للبيت. فبتروح ريتشل تقعد على الكرسي اللي قدام الشباك وبتكون حاسة بالملل فبتنام غصب عنها. وبالليل بتصحى وبتتفاجئ بنفس المنظر اللي شافت فيه ايفان مع جوزها، ولكن المرة دي بيكون مع الخادمة فبتعرف ان هو بيخونها. وفجأة بترجع ايفان للبيت بعد ما بتكون خلصت جري، وبتمسكهم هما الاتنين مع بعض وبتهجم على الخدامة. ولما بتشوف ريتشل المنظر ده بتمسك تليفونها عشان تتصل بالشرطة، ولكن بتظهر باتريك فجأة وبتسألها عن اللي بيحصل. فبتحكي لها ريتشل وبتقول لها ان هي لازم تتصل بالشرطة عشان ينقذوا الموقف. فبتبص باتريك من الشباك عشان تتأكد من كلامها، ولكن بتلاقي ان مفيش اي حاجة وبتحس ان هي بتخرف. ولكن ريتشل بتتصل بالشرطة بالفعل، وبعد شوية بيجوا وبيبدأوا يحققوا في الموضوع. ولما بتيجي الشرطة عشان تتكلم مع ريتشل بيقولوا لها ان مفيش اي اثر لاي حادثة هي بلغت عنها، وانهم لما سألوا ايفان انكرت كل كلامها ده، وبتقول ان علاقتها بجوزها كويسة جدا. فبتستغرب ريتشل من كلامهم ده لان هي متأكدة من اللي شافته، وبتقول لهم ان جيري كان موجود وقت الحادثة ويقدروا يروحوا يسألوه. لكن المفاجأة انهم بيعرفوها انهم سألوا جيري وقال ان هو ما شافش اي حاجة وكان مركز مع الكلب بتاعه. فهنا بتعتذر باتريك للشرطة وبتعرفهم ان ريتشل في الفترة الاخيرة بتشوف تهيؤات وده بسبب هرمونات الحمل. فبتتضايق ريتشل من كلامها وبتبقى حاسة ان في حاجة غلط، وبعدها بتسيبها وبتمشي عشان تدخل الحمام. وهنا بتكتشف ان جالها نزيف خطير فبتقلق على سلامة ابنها، وبتنده على بيتر بسرعة عشان يجي يلحقها. وبالفعل بياخدها وبيروح للمستشفى، وبتطمنهم الدكتورة ان الجنين صحته كويسة وما فيش حاجة يقلقه بسببها. وبتتكلم مع ريتشل وبتقول لها ان هي لازم ترتاح شوية الفترة دي، وبتنصحها تحاول تبعد عن اي توتر او تعب اعصاب. وتاني يوم بتخرج ريتشل من المستشفى وبيوصلها بيتر لحد البيت، ولما بتوصل بتقوله ان هي لازم تروح تتكلم مع ايفان عشان تعرف منها اللي حصل. وبالفعل بتروح لها وبتخبط على الباب، لكن ايفان بتكون متعصبة عشان هي بلغت الشرطة وبترفض تتكلم معاها. فبترجع ريتشل للبيت وهي مش فاهمة ايه اللي بيحصل. وهنا بتظهر باتريك وبتعرفهم ان هي اخدت اجازة مخصوص عشان تعتني بريتشل، ورغم ان ريتشل بتبقى متضايقة لان هي مش بتحبها، ولكن بتتظاهر ان هي مبسوطة. وبعد شوية بيروح بيتر للشغل، فبتقرر ريتشل ان هي تزور بيت جيري وتتكلم معاه بخصوص اللي حصل قبلها بيوم. فبتتسحب وهي خارجة من البيت عشان باتريك ما تسمعهاش، فبتروح لبيت جيري ولما بتخبط بتفتح لها مراته وبتتكلم معاها، وبتلاقي ريتشل ان اسلوبها متغير في الكلام، وبتقول لها تبعد عن جوزها لان هو بيعاني من مرض عقلي هو مش هيقدر يساعدها في حاجة، وبتهددها ان هي لو قربت منه تاني هتتصل بالشرطة. وبتدخل البيت وهي متعصبة وبتقفل الباب في وشها. فبترجع ريتشل لبيتها وبتبقى حاسة ان في حاجة غلط. وهنا بتقابل ساندي اللي بتعرض عليها يروحوا مع بعض اي مكان يتكلموا فيه، فبتوافق ريتشل وبتقعد معاها في مطعم، وبتبدأ تحكي لها عن اللي حصل قبلها بيوم، وبتقول لها ان هي متأكدة ان في حاجة غلط بتحصل. فبتقول لها ساندي ان هي مصدقاها وان هي مصدقة ان كان في علاقة بين جوز ايفان والخدامة بتاعتها. فبتفرح ريتشل اخيرا ان في حد مصدقها، وبتسألها لو كانت ايفان قتلت الخدامة لان هي مختفية من ساعتها، ولكن ساندي بتطمنها وبتقول لها ان ايفان مستحيل تعمل كده وانهم اكيد حلوا الموضوع مع بعض والموضوع خلص. وبعدها بترجع ريتشل للبيت وبتلاقي باتريك قدامها، وبتفضل تلومها على تصرفاتها وبتعرفها ان هي قلقت عليها جدا، وبتقول لها ان هي انسانة مستهترة ومش مهتمة بصحة ابنها رغم ان الدكتورة طلبت منها ترتاح عشان الجنين. وبتخرج باتريك من اوضتها وبتكون متعصبة جدا، وبعد شوية بتتفاجئ ريتشل ان باتريك جاي عشان تديها اكل، وبتعتذر لها على اسلوبها السيء معاها، وبتاخد منها التليفون وبتقول لها ان هو مضر عشان صحة طفلها، وبتقول لها ان هي لو احتاجت اي حاجة تقدر تستخدم الجرس اللي معاها وهي هتيجي على طول. وتاني يوم بتكون ريتشل قاعدة بتقرا كتاب، وبتظهر ساندي وبتكون جاية عشان تتكلم معاها، وبيفضلوا يحكوا لبعض شوية حاجات لحد ما بتتكلم ساندي عن الجنين اللي في بطن ريتشل، وبيبدأ كلامها يكون غريب شوية، وبتقول لها ان هي لازم تخلي بالها من طفلها وكمان بتحط ايدها عليه. فبتقلق ريتشل جدا وبتحس بالخوف وبتبقى شاكة ان في حاجة بتحصل. وتاني يوم بتكون قاعدة على الكرسي قدام الشباك، وبيجي بيتر يتكلم معاها وبيقول لها ان ما ينفعش تقضي كل وقتها وهي بتتفرج على الجيران. فبتحكي له تصرفات ساندي الغريبة وبتقول له ان هي شاكة فيها، لكن بيتر بيفتكر ان هي بتخرف وبتقول اي كلام، فبينصحها تهدى عشان ما توترش اعصابها وتأذي طفلهم. ولما بيخرج بيتر من الاوضه وبيسيبها بتروح ريتشل تبص من الشباك تاني، وبتتفاجئ ان ساندي جايه ومعاها لوحه زي اللي هي معلقاها في غرفه طفلها بالظبط، وما بتكونش حابه تحكي لبيتر عن الموضوع ده علشان عارفه ان هو مش هيصدقها. ولما بيجي الليل بتكون قلقانه جدا وعارفه ان في حاجه غريبه بتحصل، فبتضطر تتكلم معاه وبتحكي له اللي هي شافته، ولكن بيتر بيقول لها ان الموضوع عادي مفيش حاجه تخوف،
وان ممكن تكون اشترت نفس اللوحة عشان عجبها مثلا، وبعدين بيسألها لو كانت متأكدة اساسا من اللي هي شافته. فبتستغرب ريتشل لان هو مش مصدقها وبتتضايق جدا، فبيقول لها بيتر ان هو هيتصل بالدكتورة عشان يسألها عن حالتها ويلاقوا تفسير للتهيؤات دي. ولما بيخرج بتفضل ريتشل حزينة على الوضع اللي هي فيه، خصوصا ان مفيش حد مصدقها وبدأت تحس ان هي مجنونة. وتاني يوم بتكون قاعدة وبيجي بيتر يديها مهدئ وبيقول لها ان هو سأل الدكتورة وقالت له ان هو مش مضر للطفل، فبتاخد منه حباية وبتفضل قاعدة ما بتعملش حاجة لحد ما بتيجي ساندي وبتكون جايبة لها ايس كريم معاها، فبتشكرها ريتشل وبتحاول تتظاهر ان مفيش حاجة عشان ما تشكش فيها. ولما بتروح ساندي تحط الايس كريم في التلاجة بتستغل ريتشل الفرصة وبتفتح شنطتها عشان تاخد المفتاح بتاعها، وبعد ما بتمشي من عندها بتستنى الوقت المناسب اللي بتخرج فيه من بيتها وبتدخل بنفسها عشان تتأكد من اللي شافته. وبالفعل بتروح ريتشل وبتقدر تدخل البيت، ولما بتطلع للأوضة اللي فوق بتتفاجئ ان هي غرفة اطفال ومتصممة بنفس شكل غرفة طفلها، فبتتصدم لما بتشوف صورتها مع جوزها وهي حامل، وبتعرف ان هي كانت بتكذب عليها لما قالت لها ان هي مش بتخلف. وفي الوقت ده بترجع ساندي للبيت، وقبل ما تفتح الباب بتقدر ريتشل ان هي تستخبى ومش بتشوفها. ولما بتحس ساندي ان في حركة في البيت بتظهر لها ريتشل وبتقول لها ان هي جت عشان تديها المفاتيح اللي نسيتها عندها. وبعد كده بتطلع ساندي للاوضه وبتشوف صورتها مع جوزها وهي متحركه من مكانها، فبتعرف ان ريتشل كشفت حقيقتها. وبيجي الليل وبتكون ريتشل قاعدة بتتكلم مع بيتر، وفجأة بيسمعوا في الراديو ان في طفل اتخطف في المدينة اللي هم فيها، فبيطفي بيتر الراديو عشان هي ما تخافش. وفجأة بتبص ريتشل من الشباك وبتشوف ساندي وبيكون معها طفل صغير، فبتنصدم وبتجري على الشباك عشان تتأكد من اللي شافته، وبتطلب من بيتر يجي يبص عشان يصدقها. لكن ساندي بتكون دخلت البيت للأسف، ولما بيبص بيتر مش بيلاقي حاجة وبيقول لها تاني ان هي بتخرف. فبتحاول ريتشل تقنعه باللي هي شافته وان الطفل ده هو اكيد اللي الراديو كان بيتكلم عنه، ولكن بيتر بيفضل مش مصدقها وده بيخليها تتعصب اكتر وبتفقد اعصابها لحد ما بيغمى عليها. وبعد كده بتصلوا بالشرطة عشان يهدوها ويعملوا اللي هي عايزاه. فبتحكي لهم ريتشل ان هي متأكدة من كلامها وانها مش بتخرف، وبتفضل تعيط لان مفيش حد فيهم مصدقها، وبتقول لها باتريك ان هي لازم تبطل تصرفاتها دي وما تعطلش الشرطة مرة تانية. ولما بيخرجوا كلهم من الأوضة بتروح لها شرطية وبتقول لها ان هي مصدقاها وبتديها رقم تليفونها وبتقول لها تتصل بيها لو حصلت حاجة تاني. وفي اليوم ده بيقرر جوزها ان هو يقفل الشباك بتاعها بالخشب عشان ما تفضلش تبص على الجيران زي ما بتعمل، ولكن ريتشل بتكون مصدقة نفسها ومقتنعة ان في حاجة بتحصل من وراها، فبتروح تجيب الكاميرا اللي في غرفة ابنها وبتركبها على الشباك من برا بحيث تشوف اللي بيحصل وهي قاعدة في مكانها. وبتيجي باتريك عشان تطمن عليها وبتعرفها ريتشل ان هي بقت احسن وان هي لو احتاجت حاجة هتستخدم الجرس اللي معاها. ولما بتخرج باتريك بتفضل ريتشل مراقبة الكاميرا عشان تشوف اللي بيحصل، وفجأة بتلاقي ساندي وهي واقفة وبصة للكاميرا بشكل مخيف وبتبقى عرفت ان هي بتراقبها. وبتنام ريتشل وبعد شوية بتصحى وبتبص في شاشة المراقبة اللي معاها، ولكن فجأة بتسمع صوت في البيت وبتكون قلقانة فبتنده على باتريك، لكن الصوت بيبدأ يزيد فبتستخدم ريتشل الجرس اللي معاها عشان تسمعها. لكن المفاجأة ان هي بتلاقي ساندي دخلت اوضتها، فبتتخض ريتشل وبتسألها هي بتعمل ايه هنا، فبتقولها ان هي جت عشان تطمن عليها مش اكتر. ولما بتسألها ريتشل عن باتريك بتعرفها ان هي قاعدة تحت وبتجهز الاكل، وبتروح ساندي لمكان الكاميرا اللي هي حطاها وبتقولها ان هي بتتعب نفسها بحاجات ملهاش لازمة والاحسن ليها ان هي تعتني بالجنين اللي في بطنها، وبتقرب منها عشان تتكلم معاها بخصوص ابنها وبتحط ايديها عليه. وبتكون ريتشل خايفة منها وعارفة ان في حاجة بتحصل، وبعد كده بتقولها ساندي ان هي هتنزل تحت تعمل حاجة ضروري وبعدها هتطلع لها تاني. فبتستغل ريتشل الفرصة دي وبتطلع الكارت بتاع الشرطية علشان تتصل بيها وتبلغها باللي بيحصل، لكن للأسف تليفونها بيكون مقفول وبتضطر ان هي تسيب لها رسالة مسجلة. وبالفعل بتقول لها ريتشل ان هي محتاجة مساعدتها، وبتيجي ساندي في اللحظة دي ومش بتخليها تكمل كلامها، وبيكون معها سكينة وبتهددها بيها وبتقول لها تنزل معها من غير اي صوت. ولما بتنزل ريتشل بتتفاجئ ان باتريك فقد الوعي وبتكون واقعة على الارض، وبتقول لها ساندي ان هي مغمى عليها ومش ميتة. وبعدها بيخرجوا مع بعض وبتفضل ساندي مهددها بالسكينة علشان تتظاهر ان مفيش حاجة لحد ما يوصلوا للبيت، وهناك بتقول لها ساندي تنزل للغرفة اللي تحت. ولما بتنزل ريتشل بتتفاجئ بالطفل الصغير اللي كانت خطفاه، وبتعرف ان كل حاجة شافتها كانت حقيقية ومش تهيؤات،
فبتقول لها ساندي ان هي بتعمل كل ده لان كان عندها طفلين توأم قبل كده، ولكن للأسف هما ماتوا، وان جوزها سابها من اليوم ده وكان شايف ان هي السبب في موتهم. وبتعرفها ان هي خطفت الطفل ده عشان تاخد طفلها هي كمان وترجع لجوزها وتصلح اللي انكسر. فبتفهم هنا ريتشل ان هي مريضة نفسية، وبتقول لها ان اللي في دماغها ده مستحيل يحصل، وبتمسك كوباية ازاز كبيرة على الترابيزة وبتكسرها على راسها، وبتاخد ريتشل الطفل اللي هي خطفاه وبتطلع من الغرفة بسرعة عشان تحاول تنقذه، ولكن ساندي بتفوق بعدها على طول، وبتروح وراها لكنها بتقدر تقفل الباب عليها بالكرسي. واللحظة دي تحديدا بتكون لحظة ولادة ريتشل، وما بتكونش قادرة تتحرك لحد ما بتكسر ساندي الباب بالسكينة اللي معاها، وبتخرج لريتشل وبتقولها ان هي هتساعدها وهتخرج منها الطفل. فبتضربها ريتشل بكل قوتها وبتقعها على الارض، لكنها بتتألم جدا وبتكون محتاجة تروح للمستشفى عشان تولد. فبتقرب منها ساندي وهي معاها السكينة، وبتكون ريتشل استسلمت لمصيرها وبتعرف ان خلاص دي النهاية، ولكن فجأة بتيجي الشرطية للمكان وبتضرب ساندي برصاصة في رجليها وبتقدر تنقذ ريتشل. ولما بتشوف الشرطية الطفل الصغير بتعرف ان هو اللي كان في الاخبار، وبتدرك ان ريتشل كان معاها حق في كل كلامها، وبتروح بعدها عشان تساعدها وبتحاول تقومها، ولكن ساندي بتخبطها بعصايه من ورا فبيغمى عليها للاسف، وبتروح بعد كده عشان تمسك السكينه وتموت بيها ريتشل، لكنها بتقدر تاخد المسدس وبتقتلها. وبعد كده بنشوف ريتشل وهي في المستشفى، وبتيجي الدكتوره وبتديها طفلتها وبتعرف ان هي بنت، وبيجي بيتر هو والدته وبيعتذروا لريتشل عشان ما كانوش مصدقينها طول الفتره دي. فبتقول لهم ريتشل ان هي مسامحاهم ومش مهم اللي فات، والمفروض انهم يركزوا اكتر في حياتهم اللي جايه عشان يعتنوا ببنتهم. وبيخلص الفيلم. ما تنساش تقول رأيك في الفيلم ده في التعليقات، وتقدر كمان تقترح علينا أفلام في التعليقات نلخصها على صفحة فيلم تشينو، وما تنساش تعمل فولو لصفحة عبد عاطف عشان تتابع الملخصات الكوميدية. ويلا سلام.